ابن السيد البطليوسي النحوي اللغوي هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، والسيد الأسد في لغة هذيل، وفي غيرها اسم الذئب. وبطليوس مدينة كبيرة بالأندلس تقع اليوم على الحدود الشرقية للبرتغال. نشأ ابن السيد فيها وتلقى تعليمه على كثير من علمائها وأدبائها، منهم أخوه أبو الحسن علي بن السيد. كان ابن السيد يوصف بالشيخ الأستاذ والشيخ الإمام والفقيه الأستاذ لسعة اطلاعه ورسوخه في العلم وتضلعه من المعارف. قال عنه الفتح بن خاقان: شيخ المعارف وإمامها، ومن في يديه زمامها، لديه تنشد ضوال الأعراب وتوجد شوارد اللغة والإعراب. وقال عنه الضبي: إمام في اللغة والآداب سابق مبرز، وتواليفه دالة على رسوخه واتساعه ونفوذه وامتداد باعه، وكان ثقة مأمونا على ما قيد وروى ونقل وضبط. مؤلفات ابن السيد كثيرة ومتنوعة، منها المثلث في الألفاظ التي وردت على ثلاث حركات بمعان مختلفة، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، وهو شرح لكتاب أدب الكاتب أو الكتاب لابن قتيبة، رسائل في اللغة، يضم 18 رسالة في الأدب واللغة والنحو والفلسفة، الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، وإصلاح الخلل الواقع في شرح الجمل للزجاجي، والفرق بين الحروف الخمسة وهي الظاء والضاد والذال والسين والصاد. توفي ابن السيد البطليوسي رحمه الله سنة 21 و500 للهجرة بمدينة بلنسيا.